يقول السائل: هل لصلاة الجمعة سنة؟ نعم لها سنة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، كل ركعتين بسلام، وأما قبلها فليس لها راتبة، لكن يصلي من جاء إلى المسجد يصلي ما تيسر له من الصلوات، أو يجلس يذكر الله بعد أداء تحية المسجد، يجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، وكونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل، كونه يصلي من حين دخل إلى أن يحضر الإمام الخطيب هذا أفضل. نعم.